لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فما زلنا مع بيعة العقبة الثانية المعروفة ببيعة الحرب. وهذه البيعة تم الحج في السنة 13 من النبوة، وكان من حضرها من الأنصار 73 رجلا وامرأتان، 11 رجلا من الأوس والباقون من الخزرج. وهؤلاء بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن يقوموا في الله، لا تأخذهم في الله لومة لائم، وعلى أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدموا إليه، ويمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم. وإذا وفوا بذلك فلهم الجنة. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل صلى الله عليه وسلم يبايعهم بيده، الرجل يصافحه بيده، وأما المرأتان فبايعهما بالكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. وقد وفى أصحاب هذه البيعة بما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويدخلون في قول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، رضوان الله عليهم جميعا. إذا نظرنا في هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب هذه، وننظر في من شهد منهم بدرا، وممن استشهد بها، رضوان الله عليهم جميعا. ممن شهد بدرا من الأوس: أسيد بن حضير، أبو الهيثم ابن التيهان، نهير ابن الهيثم، وقتل ببدر رضي الله عنه، وعبد الله ابن جبير بدري أحدي، وكان أمير الرماة في يوم أحد واستشهد بها، ومعن ابن عدي بدري، وعويم ابن ساعدة أيضا بدري. هؤلاء من الأوس. وأما من الخزرج فكثير جدا، فعدد من بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الخزرج في هذه البيعة 62 رجلا. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، بدري، معاذ بن الحارث وأخواه عوف ومعوذ، بنو عفراء كلهم بدريون، وعمارة بن حزم
وسهل بن عتيك وأوس بن ثابت وأبو طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه وقيس بن أبي صعصعة بدري كان أميرا على الساقة سعد بن الربيع بدري واستشهد رضي الله عنه يوم أحد خارجة ابن زيد بدري أحدي وقتل بها وعبد الله ابن رواحة بدري رضي الله عنهم جميعا وعبد الله ابن زيد ابن عبد ربه هي النداء يعني أرياء الأذان في النوم وهذا أيضا بدري خلاد بن سويد رضي الله عنه بدري أحدي خندقي أي ممن شهد الخندق وقتل رضي الله عنه في يوم بني قريظة طرحت عليه الرحى فشدخته وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن له لأجر شهيدين وأبو مسعود عقبة ابن عمرو البدري واختلف فيه رضي الله عنه البدري هل لأنه شهد بدرا أم لأنه نزل بدرا كثير من أصحاب السير والمغازي يقولون البدري هنا نسبة لأنه نزل بدرا ولم يشهد بدرا أي الوقعة أما البخاري رحمه الله فإنه يقول إنه شهد بدرا ورجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح زياد بن لبيد خالد بن قيس بن مالك ذكوان بن قيس وذا بدري أحدي وقتل يوم أحد رضي الله عنه عبادة بن قيس وأخوه الحارث بن قيس بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله عنه بشر ابن البراء ابن معرور بدري أحدي خندقي استشهد يوم خيبر رضي الله عنه وهنا تنبيه حيث أنني ذكرت في المرة السابقة أن البراء ابن معرور هو الذي قتل في يوم خيبر حيث أكل من الشاة المسمومة وهذا خطأ الصحيح أن الذي قتل يوم خيبر مسموما هو بشر بن البراء بن معرور ابنه رضي الله عنه فالبراء بن معرور أبو بشر رضي الله عنه ممن شهد بيعة العقبة الثانية وكان من النقباء ومات قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في سيرة ابن كثير أما بشر بن البراء رضي الله عنه فهذا بدري أحدي خندقي ومات يوم خيبر أكل من الشاة المسمومة فمات رضي الله عنه شهيدا سنان بن صخر الطفيل بن النعمان معقل بن المنذر وأخوه يزيد بن سنان بن المنذر والضحاك بن حارثة والطفيل بن مالك وسليم بن عامر وقطبة بن عامر وأخوه أبو المنذر بن عامر وثعلبة بن غنمة وأخوه عمرو بن غنمة عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه والد جابر رضي الله عنه كان من النقباء وممن شهد بدرا وأحدا واستشهد بأحد رضي الله عنه معاذ بن عمرو بن الجموح وثابت ابن الجذع
وأذا بدري وعمير بن الحارث ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت والعباس بن عبادة رضي الله عنه، وهذا بدر أحد واستشهد يوم أحد، رفاعة بن عمرو وعقبة بن عمرو والمنذر بن عمرو، المنذر بن عمرو رضي الله عنه هذا أحد النقباء، وبدر وأحد، وقتل يوم بئر معونة رضي الله عنه وكان أميرا، يعني كان أميرا له. نسيبة بنت كعب رضي الله عنها إحدى المرأتين، هذه شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد رضوان الله عليهم جميعا. إذن فهؤلاء وفوا بالبيعة وبما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فوصف جميل وعمل جليل أن يوفي الإنسان بالعهد، وأعظم عهد وأمانة أخذها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين هي أمانة الدين، فلنجتهد أن نوفي بهذه الأمانة وأن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وأن نجتنب نهيه وأن نقوم بهذا الدين حق القيام وأن ننصر الله سبحانه وتعالى، أن ننصر دينه بكل مستطاع. وطوبى لعبد هو يتكلم بآيات الله، يحبب الناس في الله ويحبب رب العالمين إلى الناس. طوبى لعبد يكون هذا هو همه في الدنيا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فيدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويصبر في هذه الدنيا، والصبر ساعة، والصبر ساعة، وإذا مات الإنسان وخرجت روحه بسلام فمستريح ومستراح منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله المستعان. ثم بعد أن تمت هذه البيعة طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يختاروا 12 زعيما يكونون نقباء على قومهم يكفلون المسؤولية عنهم في تنفيذ بنود هذه البيعة، فقال للقوم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فتم اختيارهم في الحال، وكانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس رضوان الله عليهم جميعا. النقيب هو الأمين المصدق على طائفته، النقيب هو الأمين المصدق على طائفته، المنقب المفتش على أسرارهم، والعارف بطرق أمرهم، المخاطب عنهم في بعض الحالات، هذا هو النقيب. وهذا من حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من السياسة الشرعية، وهذا الأمر معمول به إلى يومنا هذا. ففي زماننا ما يسمى، هذا من قديم، ما يسمى بشيخ الحارة، هذا المطلع
على الناس الذين يسكنون في حارته ويعلم أحوالهم، ولكن التطبيق الكامل لمسؤوليته ينبغي أن يقوم به. فانظر، أمين، مصدق، منقب، مفتش عن أسرارهم، يعلم الفقير ذا الحاجة، اليتيم والمسكين، ويقضي حاجته أو يرفعها إلى من هو فوقه، لأن هذا النقيب هو الذي يبلغ من فوقه كرئيس أو مسؤول بأمور طائفته أو بأمور المكان الذي هو فيه، فيتقي الله سبحانه وتعالى ويؤدي الأمر كما هو كما ينبغي. فهذا من حسن السياسة، وهذا من السياسة الشرعية التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم معهم فأخرجوهم في الحال. أما نقباء الخزرج، أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وهذا مات قبل بدر رضي الله عنه، سعد بن الربيع رضي الله عنه، بدر أحدي استشهد يوم أحد، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه الشاعر، بدر أحدي وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل يوم مؤتة شهيدا أميرا رضي الله عنه، ورافع بن مالك بن العجلان، والبراء ابن معرور ابن صخر، وهذا مات قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه، بدري أحدي استشهد في يوم أحد، وعبادة بن الصامت ابن قيس شهد بدرا وما بعدها، سعد بن عبادة رضي الله عنه، المنذر ابن عمرو ابن خنيس، وهذا كما ذكرنا بدر أحدي وقتل يوم بئر معونة رضي الله عنه أميرا. وأما نقباء الأوس، أسيد بن الحضير وسعد بن قيثمة رضي الله عنه، وهذا بدري وقتل يوم بدر شهيدا، ورفاعة ابن عبد المنذر ابن زبير بدري رضي الله عنهم أجمعين. ولما تم اختيار هؤلاء النقباء أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقا آخر بصفتهم رؤساء مسؤولين، قال لهم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي، يعني المسلمين، يعني المهاجرين رضوان الله عليهم جميعا من أهل مكة. قالوا: نعم. ولما تم إبرام المعاهدة وكان القوم على وشك الارفضاض، يعني الانفضاض وكل يرجع إلى مكانه، اكتشفها أحد الشياطين، شيطان من الجن، اكتشفها أحد الشياطين وصاح بأنفذ صوت سمع قط. انظروا، هذا الشيطان، شيطان من الجن، علم بهذه البيعة، اكتشفها، ماذا يفعل؟ هذا عدو الله، فهناك شياطين من الجن وشياطين من الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يصدون عن سبيل الله عز وجل. وصاح بأنفذ صوت سمع قط: يا أهل الأخاشب. وفي رواية ابن إسحاق:
يا أهل الجباجب، والمعنى واحد، يعني يا أهل المنازل، هل لكم في محمد والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. هل لكم في محمد والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن ينفضوا إلى رحالهم. قال صلى الله عليه وسلم: ارفضوا إلى رحالكم. عندما سمعوا صوت هذا الشيطان قال العباس ابن عبادة ابن نضلة رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. قالوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، إنها بيعة الحرب. ويظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم صدقهم في البيعة. قالوا: والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. لم نؤمر بذلك، لم نؤمر بذلك، أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة لم يؤمر بقتال صلوات الله وسلامه عليه، إنما أمر بالصلاة وإيتاء الزكاة والعفو والصفح عن المشركين والصبر على ذلك، مع استمراره صلى الله عليه وسلم في دعوتهم. هكذا أمر صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنون بذلك، وذلك لحكم ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى. أولا قلة عددهم وكثرة عدد عدوهم، فإنهم لو فرض عليهم القتال وحالهم كذلك ماذا كان سيحدث؟ لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام. تؤد هذه الطائفة الصالحة، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها. هذا كلام الحافظ الشيخ السعدي رحمه الله. كذلك أيضا قال ابن كثير: وأنهم كانوا بلد حرام، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا، فلما كان لهم دار منعة وأنصار في المدينة أمرهم الله عز وجل بالجهاد. كذلك أيضا من الحكم ما ذكره الشيخ السعدي، أن الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم، ويبدأ بالأهم فالأهم والأسهل فالأسهل. لما فرض الله عز وجل القتال أي في المدينة، ماذا فعل
بعض المسلمين، وقيل الآية في اليهود يحذر الله عز وجل المؤمنين أن يتشبهوا بهم، قال سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. قيل هذا في بعض المؤمنين، وقيل هذه الآية في اليهود، قاله مجاهد يحذرهم الله عز وجل أن يتشبهوا باليهود في قولهم هذا. إذن أمروا وهم في مكة بكف الأيدي، لم يؤمروا بقتال، وأمروا بالصبر على الأذى، وكذا بالعفو والصفح عن المشركين، لكن أمر مهم جدا وهو الاستمرار في الدعوة وعدم الالتفات. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هذا لابد بما يقولون، يسبون يشتمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. هذا هو العلاج، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالتسبيح والصلاة والصبر هذا مما أمر الله عز وجل به عندما يسمع المؤمن خاصة الداعي إلى الله ما يؤذيه من كلام، فإنه يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، يسبح ويحمد ويسجد لربه سبحانه وتعالى، ويستمر على طريق وعبادته لربه حتى يأتيه الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. سبحان الله، شيطان يكشف أمر هذه المعاهدة ويصيح بأنفذ صوت له، سمعها المشركون مشرك قريش، فأتوا إلى أهل يثرب، الحجاج، حجاج يثرب في منازلهم، وقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، حتى لأن الشيطان قال: قد اجتمعوا على حربكم، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. هناك مشركون من أهل يثرب، وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من الأوس والخزرج جاءوا معهم، فجعل المشركون من أهل يثرب ممن جاء للحج يحلفون بالله ما كان من شيء وما علمناه، حتى أتوا عبد الله ابن أبي ابن سلول. سلول هذه اسم، لذلك هنا أحسن الكاتب أو الشيخ أنه كتب ألف قبل الباء، ابن سلول.
ومعلوم أن الألف هذه تحذف عندما نقول عبد الله ابن أبي، نحذف الألف. لماذا أثبت هنا؟ لأن سلول اسم امرأة، فإذا نسب إلى امرأة تثبت الألف، كما في القرآن عيسى ابن مريم، فنجد ابن هذه قبلها ألف، تثبت الألف لأنه نسبة إلى امرأة. حتى أتوا عبد الله ابن أبي ابن سلول فجعل يقول هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قوم ليفتاتوا علي بمثل هذا، لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني، لأن هذا كان يعد أن يكون ملكا على الخزرج. ولذلك لما اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وذهب ملكه، فحقد على النبي صلى الله عليه وسلم وكفر عياذا بالله بسبب ذلك، ثم نافق. أما المسلمون فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ثم لاذوا بالصمت، فلم يتحدث أحد منهم بنفي أو إثبات، ومال زعماء قريش إلى تصديق المشركين فرجعوا خائبين. لكن سبحان الله ظلوا يفتشون عن الخبر حتى علموا صحته، فرجعوا إليهم مرة أخرى. ماذا حدث؟ هذا إن شاء الله سنتكلم عنه في درس آت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.